على قارعة خيمتها تسابق أم إبراهيم المهجرة من قلعة المضيق إلى مخيم سيراد شمالي إدلب الوقت في تجريد هذه الأغصان، علها تمكنها من إشعال نار لتدفئة عائلتها المؤلفة من 5 أفراد هي معيلهم الوحيد بعد اعتقال زوجها من قبل قوات النظام قبل عدة أعوام. حرمي شايلي هم أولاد، يعني أش بدي يكون وضعه، يعني شايلي هم عائلي أش بدي يكون وضعه، والحمد لله عايشي ما، وأنه ستر رب العالمين. بتجهز سلي الشهري ببيع ب20 ليرة وبخلي لهم التالي بياكلوا منه، يعني أحيانا بشتري سكر أحيانا بشتري زي أش بدي يكون وضع الحرمي المعدة زلمة أش بدي تتوقع. مليون سوري في مخيمات الشمال السوري يعانون كأم إبراهيم من ظروف معيشية غاية في السوء، وكل ما أتيح لهم من حقوق سلة شهرية تتناقص كل حين، إضافة إلى بعض الخبز المجاني والماء اللذان لا يفيان بالغرض حسب قولهم، في حين تبدل حق اللعب والتعليم عند عموم أطفالهم إلى عمل لإعانة عوائلهم أو لجني بعض المأكولات التي اعتادت سيارة جمع المواد القابلة للتدوير على مقايضتها. جميع المهجرين معظم الحقوق غايبة عنهم، يعني لا حق التعليم، لا حق المعيشة، لا حق المساواة، أبسط حقوق غايبة عنهم، بس أهم حق عند المهجرين في سوريا بشكل كامل هو حق العودة. ولو بنوا خيمة على أنقاض الدمار والهدم اللي خلفه النظام وبيعيشوا مرتاحين وما بدهم شيء نهائيا. يعني مدخولنا بالمرة، يعني أضعف الإيمان لدبر مثلا طبخة دوا لزوجي هيك شيء. يعني والله صعب وضعنا كخيمة، صعب كتير علينا. يعني إن شاء الله الله نتأمل من رب العالمين يروح النظام عنا ونرجع لبلادنا ونعيش عيشة كريمة. وفي حين يحتفل العالم بذكرى 72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تبقى كل خيمة نسجت هنا شاهدة على عائلة لم يتح لها الحق في الحرية أو المساواة أو الحياة الكريمة أو اختيار مكان السكن أو التملك أو العمل أو غيرها من حقوق شملتها شرعة حقوق الإنسان بموادها 30، والتي يضيف إليها السوريون حقي العودة الآمنة إلى الديار وكشف مصير المغيبين كمطلبين باتا أولوية قبل غيرهم لأم إبراهيم وملايين مثلها تماماً.